أعتقد بأن أغلب الحالات الطلاق التي أتذكرها وعددها قليل عندي، يعني تذكر أنها ربما أحيانا لأسباب بسيطة وتافهة جدا تؤدي إلى تشنج في العلاقة بين الطرفين نتيجة سلوك كل طرف. هناك تتعرف بأن هناك الزوج المتعصب، وهناك المرأة المتطرفة والمتعصبة، وهناك الرجل الذي يعتقد أن الأشياء بسيطة لما يطلب فيها السماح تمس بكرامته، والعكس أيضا بالنسبة للزوجة. وأعتقد بأن هذا ما هوش وعي ثقافي، أو ربما ما زالوا حتى إذا كانوا في سن متقدم ولكن ما زالوا في سن المراهقة، لأنهم يتعاملوا كأنهم ليسوا بشركاء في بيت واحد وفي مصير واحد وفي نفس الأبناء وفي مستقبل واحد. أغرب هذه القضايا على الإطلاق، قلت هي أسباب تافهة كبرت مع الوقت ومع تدخل العائلة، بدلا من أنها تصلح بين الطرفين تزيد الفجوة بيناتهم، يؤدي هذا إلى الدخول إلى أروقة المحاكم. ولكن أيضا هناك أيضا قضايا المراكز التواصل الاجتماعي التي زادت من حدة هذه الخلافات، خاصة الخيانة على مواقع التواصل الاجتماعي.